نواجهنا الأشخاص ذوي الإعاقة بالعراق تحديات هواية. جراني قشتمان بفرمانجو بالخانة قشتيكان. صعوبة الحصول على الشغل بسبب حرمان التعلم وقلة المهارات الحرفية عند أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة. بزا مجتمع خرب جزء باخلر. شو كان قالوا لنا؟ خاون بداوستي تايبت بتايبتي نابينا توشي دي هاگرف دبيتوا لكاتي مامل كردني غوري نوي يان ألو غور كردني باركان يان لبانكا كان. بس احنا باقين لان احنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. من شالاكوانم لبواري داكوكي كردن لما فكاني كساني كم اندام من؟ غزلتاتشيا انا مستقل بحياتي. أنا لي حق أن أعيش بحياة كريمة. وظفونا. وفرونا رعاية صحية. بزد الناول قرار بالمختار. لا شيء عنا دوننا. الأسرار شعارنا. خوي مملكات مزة يا باخ. برو عراقك ككساني كم أندام جيجي عنها بيت. الأسرار شعارنا.